السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الغراب للفتاة العزباء، ربما الغراب ده يكون شخص بيتقرب منك ولكن الشخص ده مش مناسب ليك. لو رأيت ان الغراب واقف جنبك او بيحاول يقرب منك، اعرف ان الشخص اللي هو بيحاول يتعرف عليك في الحقيقة هو شخص غير صالح ليك، لانه شخص متكبر. ايضا رؤية تقرب الغراب لك، ربما تفتقر في العلم وربما في الماديات لو حضرتك اهلك بيصرفوا عليك او لو حتى بتشتغلي. لو سمعت صوت الغراب اعرفي على طول بان في اخبار غير سارة هتسمعيها بالفعل، سواء عن حياتك الشخصية او عن اشخاص اقاربك. ايضا رؤية الغراب الاسود في المنام بيدل على الاحزان والهموم والنكد اللي هتحصل عليه الفتاة العزباء. اما لو عرفت ان انت تبعدي الغراب ده عنك وعرفت ان انت تتخلصي منه، اعرفي على طول بانك هتتخلصي من الاهم من الهم والنكد والحزن في حياتك. اذا اصطدتي الغراب وذبحتيه او اكلتيه، فده بيدل على ايه؟ بيدل على انك سوف تتخلصي من اسم عليك ومن مال غير مشروع. يعني لو بتربحي ربح في يعني ربا او اي حاجة مثلا، اعرفي على طول بانك هتتخلصي منها. ايضا قتل الغراب فهو مؤشر خير، بيدل على حل الهموم والمشاكل اللي عندك، وربما هتتخلصي من شخص بيعاكسك او بيحاول يقرب ليك بطريقة غير شرعية. اذا رأيت غراب دخل منزلك، اعرفي على طول بان في شخص ربما يتقدم ليك غير مناسب ليك، او ربما حضرتك هتتعرضي لمس او سحر الفترة اللي جاية، فحصني نفسك. لو لقيتي ان في غربان كتير بتحاول تجري وراك او تضربك على رأسك، اعرفي على طول بانك هتتعرضي لمصيبة كبيرة جدا. المصيبة دي ممكن تكون موت، ممكن تكون موت اقارب، وممكن تكون المصيبة دي بانك هتخسري شيء عزيز جدا عليك، مثل الدراسة او مثل فقدان حبيب ليك. اما لو رأيت بانك انت اللي بتلاحقي غراب وبتحاول ان انت تطوليه باي طريقة، اعرفي على طول بانك بتحاولي تتخلصي من الهموم وبتقدري تتصدى جميع مشاكلك وبتحاولي تخرجيها بره حياتك. اما لو رأيت ان الغراب فوق راسك، واقف فوق راسك، فللأسف ده بيدل على ايه؟ بيدل على المشاكل والمتاعب اللي هتفضل معاكي فترة كبيرة، وخصوصا من يم الاهل. اذا رأت انك ابتعدت عن الغراب او طردتيه او خلاص تخلصت منه باي طريقة كان او تركك وذهب، فده بيشير على نصرة ليكي من اعدائك وعلى زوال همومك. اي رؤية تخص رؤية الغراب للفتاة العزباء اكتبها لي اسفل التعليقات.